كثير حلو، بلشت الأجواء تتحسن. اللي بفكر سياحة حلوة السويد شهر خمسة، طبعا ممكن المطر وارد، يعني ممكن اليوم تشتي المطر في السويد وارد في أي لحظة، بس تكثر الاحتفالات في الشوارع والطرقات من الآن، وخصوصا بوسط العاصمة. فاللي مفكر سياحة ممكن احنا نرتب الموضوع، لكن في بعض الناس بيسألني شو أكتر منطقة وشو مش أكتر منطقة. أنا عملت أكتر من 1000 فيديو، يعني لو كل واحد بده جاوبه راح أضيع يومي.